أسقطت القوات المشتركة أمس الأربعاء طائرة مسيرة للميليشيات الحوثية التابعة لإيران أثناء تحليقها في سماء الدريهمي بمحافظة الحديدة غرب اليمن. كما أعلن التحالف العربي اليوم الخميس استهداف وتدمير زورقين مفخخين مسيرين يتبعان ميليشيات الحوثي الإرهابية على مسافة 6 كيلومترات جنوب ميناء الصليف بالحديدة، كان يشكل تهديدا وشيكا على خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية وتهديدا للأمن الإقليمي والدولي. وقال المتحدث باسم التحالف العربي العقيد تركي المالكي في بيان أن الميليشيات كانت تقوم بتجهيزهما لتنفيذ أعمال إرهابية وشيكة بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر، مبينا أن عملية الاستهداف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وتم اتخاذ الإجراءات الوقائية لحماية المدنيين بالعملية.